يورجن كلوب مدرب ليفربول فجر قنبله من العيار الثقيل بخصوص نجم منتخب مصر محمد صلاح ونجم ليفربول. قال خلال المؤتمر الصحفي ان محمد صلاح، بخصوص محمد صلاح، الاداره فعلت اقصى ما لديها والقرار يعود الى صلاح وعلينا الانتظار. معنى كلامه ان اداره ليفربول قدمت الى محمد صلاح العرض، اخر عرض لديها، اخر عرض لديها، عليه بقى ان هو يوافق او يرفض. انا جايب الموضوع ده ليه؟ ان صلاح نجم كبير ويهمنا، مطلوب في برشلونه، مطلوب في الريال، وليفربول بيامل في الحصول على خدمات. صلاح طالب طلبات ماليه معينه وامور بالشكل ده، وعنده عروض خياليه من ريال مدريد وبرشلونه، بل وارد كمان ان كان قال قبل كده صديقنا العزيز احمد حسام ميدو انه عنده عرض من باريس سان جيرمان ونصر الخليفي يامل في الحصول على خدمات. لو سالتني شخصيا اقول لك اتمنى ان يستمر محمد صلاح مع ليفربول، لانه هيبقى ايقونه لهذا النادي الاوروبي العريق في المستقبل، وهيبقى كادر من كوادره. لكن لو راح لنادي تاني، برشلونه او الريال، وارد انك انت تتعصب، وارد انك انت الكيمياء ما تمشيش. ما انت كنت في تشيلسي والكيمياء ما مشيش، هتعمل ده وارد الكيمياء ما تمشيش. فالفكره هو ان محمد صلاح كلوب سلمه للجمهور بمعنى اصح، وبات عليه ان هو يفكر في العرض الذي تقدمت به اداره نادي ليفربول له للحصول على خدمات وتمديد التعاقد الذي ينتهي بنهايه الموسم المقبل. يعني بنتكلم في الموضوع قبل الهنا بسنه ونص، يعني نهايه الموسم المقبل، لسه بنتكلم في العقد اللي يخلص نهايه الموسم المقبل. فقدام صلاح فتره من الوقت او فسحه من الوقت لاتخاذ قراره. اعتقد ان هو وكيله بالقرار اللي هياخدوه مرتبط بامور عديده وامور كثيره، ونتمنى له التوفيق باذن الله تعالى. واتمنى شخصيا 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 اتمنى لصلاح ان هو يستمر في ليفربول. لكن كانت مفاجاه بالنسبه لي ان يورجن كلوب بيطلع يقول كده. معنى كده ان بيقول الجمهور الاداره عملت اللي عليها، القرار عند صلاح، علينا الانتظار، علينا الا نتعجل. طب ما هو يا جماعه اللي بيحصل في اوروبا هو اللي بيحصل في مصر، اللي بيحصل في اوروبا هو اللي بيحصل في مصر. لما يتقدم عرض مثلا لطارق حامد، ولا يتقدم عرض لده ولا لده، يبقى الموضوع خلص، احنا قدمنا العرض والقرار عند اللعيب. هو ده اللي عمله يورجن كلوب مع صلاح. صلاح ما بيتكلمش في هذا الامر، قال ان وكيله هو اللي بيتفاوض ووكيله هو اللي بيتكلم. لكن دي الكوره في كل مكان في الدنيا، هو بيعاوز يمارس عليه ضغوط جماهيريه من اجل اقناعه بالتوقيع والاستمرار مع نادي ليفربول في الاونه المقبله، خاصه وان هم بيأملوا في الحصول على خدماته واستمراره. مقدم له عرض، يعني هو طالب نص مليون استرليني في الاسبوع، هل يقدروا يدفعوه في ليفربول؟ ما تعرفش، هنشوف ايه اللي هتحمله الايام القادمه بخصوص محمد صلاح. لكن يكفي ان لدينا الان نجما كبيرا يشار له بالبلان في البريمير ليج ونادي ليفربول. طيب